خلص فلوس باش نهضر معاه. شكون هو ملك الموت ولا هذا الحنق بعينه الخاوه ديالي بارده وحرام فيه حرام فيه. الا جينا نهضروا في لالوا اكيد حكوا على المغاربه. هو راه ذنوبو غارق فيهم، عاد تزيد انت تهضر معاه غتزيد تغرق معاه وصافي. غنخلص انا ونهضر معاه بصفه شكون هو خاوه ديالي. غنسقسيك واش تقدر تخلص الفلوس باش تهضر مع شي فنان او شي مغني؟ نخلص الفلوس باش نهضر معاه. شكون هو ملك الموت ولا وما خصهم يعطيونا هادو هما كيدخلوا الزبابل ديال الفلوس غير من الاشارات والساخ وزيد وزيد. الشعب ضايع هنا مرضيه. الفلوس دابا واش هذاك عاقل ليك ولا شريتيه باش دابا انت ناطي الفلوس هذا دار مع ويل؟ تخيل عاب معايا 10 دقائق 1500 درهم وديك الساعه هذيك فهمتي جهنم خالدين فيه ابدا. شني؟ والله يا الخاو ديالي شحال عندك الخاو دابا انا نراه مع خاو مع 10 دقائق شحال انت؟ 1500 درهم 2000 درهم على حساب فن. هذا الحنق بعينه الخاوه ديالي شحال عندك الهضره بفلوس الخاوه. والله يا اخي اصلا هو الشعب هو اللي طلعهم الخاوه، حنا اللي طلعناهم. شكون اللي كيطلعهم؟ شكون اللي كيشوفهم في اليوتيوب الخاوه بزاف؟ وحنايا فهمتي تقمقيش ديالنا كتدخل اليوتيوب كيدار لك فن كيعجبني كيطلع تدخل تمزك له كذا ولا تشوف بارك على هذيك البركه اللي عطينا الفيديو راه كنربح فيها غادي نزيدو نخلصو من عندنا حنايا. الخاوه ديالي فلوس نعطيهم لنا شي فنان خو الخاوي نعطيهم بعدا شي واحد اهل العلم شي واحد شي عالم شي شاعر شي حاجه عندها لاباس في الحياه شي حاجه اللي عاد تستافد منها تستافد منها حتى اذا مثلا خلص يديك المقدار اصلا ما كاينش اللي يدفع هذا المقدار هذا اصلا الناس كامله دراويش كامله فهمتني ولكن بان حنا باغ اكزومبل نقول لك انا بالنسبه للناس اللي عندهم لاباس عندهم واحد المكانه في المجتمع اللي تستافد منه كان عالم كان شي واحد رجل دين كان شي واحد رجل سياسه كان شي حاجه كيخدم البلاد شي واحد اما تقول لي فنان ولا مغني ولا ممثل شكون كيعقل لنا حد الضبه ديالي صراحه حد الله نهضرو خمسة دقائق ربع ساعه 1000 درهم 2000 درهم كتشي لك بارده بارده وحرام فيه حرام فيه سمعت قال لك بالفلوس وهذه باش تهضر مع فنان تقول ما عرفت شكون هو. لا ما يمكنش ما سنقول لك اخويا كون كانت غتهضر مع شي واحد اللي زعما اللي غيفيدك بشي حاجه سمعتك ولكن غتسمع لواحد ما عنده حتى شي ممثل وصافي ولا فنان ولا كتلقاه مغني هو راه ذنوبو غارق فيهم عاد تزيد نتايا تهضر معاه غتزيد تغرق معاه وصافي. ما يمكنش حيت هو انسان عادي بالنسبه لي انايا وكيف كيشوفوا الناس ما غاديش يمكن انني غادي نعطي فلوس باش غنهضر معاه باش غادي يتشهر هو على داري ولا انا غادي نتشهر حيت بالنسبه لي انا انسان عادي كيف بحالو بحال الناس اي واحد بالنسبه لي خلا كان مشهور ولا هو رونالدو ولا ميسي ولا ان اللي كيجلسي صافي ما يمكنش انسان عادي كيبقى انسان عادي بقى يهضر الجمهور هو اللي كينقد سواء في الناس ولا العاب سواء ممثل راه كيشوفو كيقول هذا راه عاجبني راه هو هادشي اللي كاين هذه هي الحقيقه. يعني دابا تينا والو ما تخلصش باش تخلصش هادشي ما يمكنش واخا يكون عندي الفلوس ما غاديش نخلص وغنقول ليها غيبدا يكذب عنا راه ما يكذبش ما يمكنش نو جامي دابا انا راسي وما كنهضرش معاه ما ساك نهضر مع شي واحد اخر سي امبوسيبل لا لا ما يمكنش ليا. الا جينا نهضروا في لالوا اكيد حكوا على المغاربه حيت كاينين بزاف ديال لي سيكتور اللي خاصنا نشوفوا فيهم وما ينقصوا لينا هذا لو سيكتور ديال الميديا وديال لي ريزو سوسيو باش يجرونا لشي حوايج ما سيدي ما عندكش زعما شي فنان شي ممثل شي واحد اللي تقدر تهضر معاه؟ واخا عندي فنان ولكن علاش غادي نهضر معاه ونحط عليه فلوس؟ لا مثلا مازال كون شي داعيه غنبغي شي حاجه لنفسي شي حاجه بحال هكاك راه ماشي مشكل فهمتيني؟ يعني ما عندك ما تستافد منه؟ ما نستافدش من الفنان شنو غادي يستافد منه؟ اخويا كنشوف انا التبذير ديال الفلوس هذاك فهمتي وكيف كيف كيقولوا ان المبدعين اخوان الشياطين علاش غادي نحط فلوس باش نمشي عند فنان علاش كيغني ولا اش غايقول لي اصلا؟ كيف قلت لكم كان شي داعيه اللي غادي ينفعني في حياتي عندها بروبليم مثلا بيني وبين مثلا مراتي بيني وبين في الخدمه ديالي وفهمتي وانا مثلا متقرب من الله بزاف وبغي شي واحد ينصحني هذاك ما عنديش مشكل يعني غادي يعاوني اما واحد يعني تربح في الدنيا وفي الاخره لا انت فهمتيني اخويا فهمتيني نعيط لواحد واش غايقول لي شنو يقول لي نغني لك ولا فوالا انا فلان ما غني لراسك واعطي فلوس لراسك داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين اخويا الله يعزك شكرا لك اخويا الله يحفظك ليا بارك الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.